فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الالتفات في الصلاة لأجل النفث والاستعاذة؟ هل هو مشروع دائما؟ التفات لحاجة بالرقبة جائز إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو منهي عنه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهو ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، إذا كان لغير حاجة فلا يجوز. نعم.